الشموع الحمراء، الشموع الحمراء اللي بتضيء طريق النادي الأهلي نحو خدمة منتخبات وطنه. عشان كده كان عنوان هذه الشموع الحمراء في هذه الحلقة عن العظيم السيد نصير، جعل الحديدة لساعديك ذليلة. اللي قال الكلام ده، بصوا عشان تشوفوا قيمة النادي الأهلي ومنجزاته الرياضية، أول حد يرفع ميدالية أولمبية ويقف على منصة التتويج الأولمبية كان لاعب النادي الأهلي السيد نصير. أول ميدالية أولمبية تحققت لمصر، وما حصلتش في أفريقيا والوطن العربي بالطبع قبل ميدالية لاعب النادي الأهلي السيد نصير. دي الريادة الكبيرة للنادي الأهلي أولمبيا. السيد نصير كان واحد من العلامات الرياضية الكبيرة جدا وأسطورة رفع الأثقال وقت ما الأهلي كان فيه رياضة رفع الأثقال. هنشوف هذا التقرير الصوتي عن السيد نصير ونرجع نتكلم مع المهندس عدلي عن هذا الذي جعل الله له الحديد بين ساعديه ذليلا. البطل العاجز الذي انتزع لقبه من جبابرة العالم وهو في جو كله ملبد بسحب الحقد والمعاكسة، وكان حكم الله هو الأقوى. بهذه الكلمة وصف السيد محمد نصير أول مصري وعربي يفوز بميدالية ذهبية في الدورات الأولمبية نفسه. ولد السيد نصير في 31 من أغسطس عام 1905 بقرية شوبر بطنطا لأسرة طيبة. في عام 1925 اشترك سيد نصير في بطولة القطر المصري وفاز بها، وظل محتفظا بهذه البطولة حتى عام 1928، ثم انتقل لصفوف النادي الأهلي ليبدأ بعدها إعداد نفسه لدورة الألعاب الأولمبية بأمستردام عام 1928. شارك سيد نصير في بطولة أمستردام وفاز بذهبية وزن خفيف الثقيل ليصبح أول مصري وعربي يفوز بميدالية ذهبية في الدورات الأولمبية. ذاعت شهرة سيد نصير في مصر والعالم بعد عودته من أمستردام، مما دفع الدولة لتشجيع تلك الرياضة وأن تقوم بتوفير الأندية التي تمارس هذه اللعبة. وساهمت إنجازات سيد نصير في انتشار رياضة رفع الأثقال في مصر. وفي عام 1929 تفوق السيد نصير على بطل فرنسا واحتفظ لمصر ببطولة العالم التي أقيمت بالنادي الأهلي، وكانت الأولى من نوعها في مصر. وفي عام 1930 فاز ببطولة العالم في رفع الأثقال للوزن الثقيل في ميونخ، وعام 1931 في لوكسمبورغ. وأقيم حفل لتكريم بطل العالم بحضور كل من الأمراء والنبلاء والوزراء والشعراء وكبار الشخصيات وقادة الهيئات والمؤسسات ورجال الرياضة. ونظم له أمير الشعراء أحمد شوقي قصيدة ألقاها جعفر ولي رئيس النادي الأهلي، بدايتها: شرف النصير ارفع جبينك عاليا وتلقى من أوطانك الإكليلا، يا قاهر الغرب العتيد ملأته بثناء مصر على الشفاه جميلة، قلبت فيه يدا تكاد لشدة في البأس ترفع في الفضاء الفيلة، إن الذي خلق الحديد وبأسه جعل الحديد بساعديك ذليلا. كما تغنى بإنجازاته خليل مطران شاعر القطرين في قصيدة مطلعها: يا فتى الفتيان أحسنت البلاء في المباراة وحققت الرجاء، وأريت الغرب ما بالشرق من قدرة يبرزها حين يشاء. حصل سيد نصير على وسام النيل في الأربعينات ووسام الرياضة في أكتوبر عام 1965، وتم تعيينه وكيل وزارة الشباب، وكان مسؤولا عن مجموعات الكشافة والمرشدات في تطهير مدينة بورسعيد إبان العدوان الثلاثي عام 1956. توفي السيد نصير عام 1974 عن عمر يناهز 69 عاما،
وتم إطلاق اسمه على بطولة دولية في الإسكندرية والتي بدأت منذ عام 1977. يعني انت لما تشوف مسيرة هذا اللاعب الفذ المعجزة، تشوف تكوينه البدني ده بوسائل التدريب المحدودة جدا وقتها، ده لو موجود النهاردة كان عمل ايه؟ التكوين البدني ده كان راح فين؟ فكان يعني هو 1905 اتولد، 1925 ها بدأ مسيرة البطولات وخد بطولة الجمهورية، كان عنده 20 سنة. اه 28 راح دورة امستردام عشان ياخد الميدالية الذهبية. وبعدين ثلاث بطولات عالم ورا بعضها هو البطل. لحد 31. رقم قياسي لم يكسر 15 سنة، واللي كسره جعيصة وده قريبه وبلدياته. هذا تاريخ نادر جدا لبطل، نادر جدا يعني اختيار موفق ان يجي ويواكب صحوة جديدة في عرش الأثقال تعيشها مصر الآن، وللأسف غايبة عن الدورة الأولمبية بسبب أزمة المنشطات والاتحاد والحد. يعني إنما كان عندك بطل آخر بطولة إيهاب عبد الحميد. وأعتقد اللي كان راح البطولة دي كان هيعمل حاجة. للأسف مشاكل الاتحاد وحل الاتحاد والمنشطات يا أخي، والله العظيم إحنا عندنا قدرة في التهام أبطالنا، في التهام أبطالنا وفرصهم يعني. يعني الحقيقة أبطال كتير زي ناجي أسعد، واحد كان أرقامه من الأحسن، ثلاث أرقام على مستوى العالم في وقته في الجولة، وثلاث مرات يسافر وهو في الملعب البعثة تنسى. هو إيهاب عبد الرحمن تأهل الدورة دي إن شاء الله. الحمد لله. بس شوف عظمة الرياضة لما السيد نصير يتغنى بيه امير الشعراء احمد شاوي ومطران اتنين، تخيل بص يعني شاعر القطبين وامير الشعراء، يعني ده شيء رائع جدا انه احمد شاوي بس اللي كتبه شوي احلى من اللي كتبه طبعا. لا شوف شوي بيقول له: ان الذي خلق الحديد وبأسه جعل الحديد بساعديك ذليلا. يعني طبعا. لا وبعدين بيقول له ايه؟ بص: زحزحته فتخاذلت اجلاده، وطرحته ارضا فصال صليلا، لما لا يلين لك الحديد ولم تزل تتلو عليه وتقرأ التنزيلة. انت بتقرأ، بيقول لك انت بتسحره. وبعدين بيقول له: قل يا نصير وانت بر صادق، احملت انسانا عليك ثقيلة؟ احملت دينا في حياتك مرة؟ احملت يوما في الضلوع عليلة؟ احملت ظلما من قريب غادر او كاشح بالامس كان خليلة؟ بص المعاني: أجملت طغيان اللئيم إذا اغتنى، أو نال من جاه الأمور قليلة، تلك الحياة وهذه أثقالها، وزن الحديد بها فصار ضئيلا. شيء رائع جدا الحقيقة. وهو يعني بشخصيته وبطولاته ملهم لأي حد الحقيقة. أنت متخيل إنجازاته بتلهم. اختيار موفق يا أستاذ إبراهيم، أشكرك عليه. ده شيء رائع جدا في مستهل الدورة الأولمبية. حبينا بس نفكر الناس كيف كانت أمجاد الأثقال المصرية التي تغيب عن هذه الدورة لكل هذه الأسباب الإدارية والطبية وغيرها، وكيف كانت بصمة النادي الأهلي في مطلع التاريخ الأولمبي لمصر. مطلع التاريخ الأولمبي لمصر، الأهلي حاضر وبقوة وبيقدم للوطن من يفوز بأول ميدالية في التاريخ. ده كانت الشموع الحمراء التي أضاء بها النادي الأهلي مسيرة وطنه الرياضية.